تحية طيبة لكم مشاهدينا. ليز تراس قائدة لحزب المحافظين وثالث رئيسة للحكومة البريطانية بعد الراحلة مارغريت ثاتشر وتيريزا مي. فبعد أسابيع من النقاش المحتدم داخل بيت المحافظين، وقع الاختيار أخيرا بغالبية الأصوات على وزيرة الخارجية السابقة ليز تراس خلفا لبوريس جونسون المثير للجدل أمام منافسها ذي الأصول الهندية وزير المالية السابق ريتشي سوناك بنتيجة 61% مقابل 39. ليز تراس مشاهدينا تعهدت بتقديم برنامج لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة، شاكرة سلفها بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكزيت، ثم توزيع لقاحات فيروس كورونا. وأضافت أن حزب المحافظين في أمس الحاجة إلى جهود أكبر خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن لديه خطة وصفتها بالشجاعة لخفض الضرائب وتعزيز النمو الاقتصاد البريطاني. أما عن القضية التي صارت الشغل الشاغل للشارع البريطاني، فقد أكدت تراس أنها تتفهم القلق البالغ حول ارتفاع فواتير الطاقة، لكنها ستبذل ما في وسعها للتخفيف من تداعيات ذلك على البريطانيين خصوصا ذوي الدخل الضعيف. ليز تراس بين الأمس واليوم في التقرير التالي. في سن 7 أدت ليز تراس دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر في مسرحية مدرسية. المسرحية تضمنت انتخابات وهمية. وفي عام 2018 تذكرت تراس ذلك الدور الذي أدته في مسرحيتها قائلة: انتهزت الفرصة وألقيت خطابا صادقا في التجمع الانتخابي، لكن انتهى بي الأمر من دون الحصول على أي صوت، وحتى أنا لم أصوت لنفسي. وبعد 39 عاما بالتمام والكمال، ها هي تراس تغتنم الفرصة لتسير على خطى تاتشر أو السيدة الحديدية كما يلقبها البريطانيون، ولتصبح زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء. خاضت وزيرة الخارجية معركة حامية ضد وزير المالية السابق ريشي سوناك الهندي الأصل، والذي تقدم عليها في جميع الجولات الخمس للتصويت من قبل نواب حزب المحافظين. لكن خبراء مكاتب المراهنات طمأنوا الشارع البريطاني بأن تراس هي المرشحة المفضلة للفوز بالسباق، بعد أن أمضت سنوات في بناء علاقات مع روابط الناخبين، كما أنها ظلت موالية لبوريس جونسون خلال أحلك أيام رئاسته للوزراء. ترى هل ستصمد تراس أمام الجبهات المفتوحة على بلادها، خصوصا الجبهة الداخلية، ثم أزمتي الغاز والحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا؟ أسئلة يراها كثيرون مشروعة على مكتب ثالث امرأة تقود حكومة بريطانيا بعد تاتشر وتيريزا ماي. تحية طيبة لكم مشاهدينا من جديد. معنا بداية دكتور نهاد اسماعيل الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي. دكتور نهاد، بعد أن أرحب بك، قبل أن نأتي للتحديات والأولويات، كيف تبعت وصول ليز تراس لهذا المنصب الحساس، وهي بذلك تكون الثالثة في تاريخ رئاسة الحكومة البريطانية؟ وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولفريق العمل. مساء النور، مرحبا في الاستوديو. ليز تراس طبعا طموحة، ظهر ذلك عندما التحقت في حزب الديمقراطيين الأحرار في سنوات سابقة، وعندما كانت طالبة كانت راديكالية تطالب بإزالة النظام الملكي البريطاني، ولكنها تغيرت تغيرا كليا الآن. وعندما تبوأت منصب وزيرة الخارجية زارت موسكو وزارت أوكرانيا وظهرت على الساحة، وتم ملاحظة أنها
لديها طموح سياسي وناشطة، تجادلت مع السفير الروسي في لندن وطردته من مكتبها، وتكلمت بلغة قاسية مع الروس خاصة وزير الخارجية لافروف، وقال أنها تتحدث كأنك تتحدث مع ناس لا يعرفون ما يقولون، وقال أنه اجتماع أو حديث بين الطرشان وغير ذلك، لأنها كانت متشددة في مواقفها. هذا فسرها البعض في ذلك الوقت أنه طموح لتظهر على ساحة المحافظين كسيدة حديدية قوية لا تقبل الاحتلال الروسي لأوكرانيا. وأيضا الآن هي طبعا هذا دكتور نهاد، هناك من يرى كذلك أمرا آخر، يقولون أنه هي غريبة الأطوار، يقولون أنها تتغير كثيرا في إبداء مواقفها، يعطونا مثال على البريكزيت، يقولون كانت ضد الخروج ثم بعد ذلك تحولت إلى مع، بالإضافة إلى أنه كانت ديمقراطية قبل أن تنضم إلى المحافظين. نعم وكانت ضد الملكية، تريد إزاء قبل أن تصافح الملكة. غريب. اليوم قبل الظهر. هذه مواقف تاريخية. صح. الناس يعني لا أحد يتوقع من أي سياسي أو نائب برلمان أن يتمسك بآرائه ومواقفه بدون تغيير بغض النظر عن الظروف. الناس تغير رأيها وتغير ظروفها. الآن هي الآن قائدة حزب المحافظين، ومن أهم الأمور التي يجب أن تعالجها داخل هذا الحزب أن تقوم بتوحيد هذا الحزب، لأنه الآن منقسم. 57% فقط صوتوا لها، و 43% صوتوا لريشي سوناك. هذا ولكن قبل هذا كان سوناك في المقدمة، كان في المقدمة طبعا. هناك خلف الكواليس ربما حدث أشياء، لكن نعرف أن سوناك من أصل هندي. أيوة. ربما هذا لعب دور. صحيح. لا أريد أن أدخل في هذا المجال، لأنه ربما يتعلق بأمور تمييز عنصري. مفهوم. لا. نعم نعم. لا لا، أريد أن مواقف سوناك واضحة، مواقفه الاقتصادية واضحة، مواقفها غير واضحة حتى الآن، لا نعرف برنامجها الدقيق. بمعنى نتيجة كانت محسومة دكتور؟ نتيجة كانت محسومة سلفا بأن الهندي سينهزم سوناك، والمقدمة ستكون لليز تراس من قبل. كل توقعات الصحف كانت تميل إلى القول أن ليز تراس لها حظا أوفر في صفوف حزب المحافظين، خاصة في الأرياف والمدن البعيدة عن لندن. طيب نأتي الآن إلى بوريس جونسون، هل ترى بأنها ستكون خلفا لخير، تكون سلفا لخير خلف، أم أنه عكس تماما؟ لأنه اليوم في مداخلتها شكرت جونسون كثيرا وأثنت عليه على مواقفه. نعم. ومحطات حكمه في هذه السنوات الأخيرة. أستاذ عثمان، البروتوكولات تتطلب أن تكون دبلوماسيا. أيوة. والوزير أو رئيس الوزراء الذي يغادر رقم 10 داونينج ستريت عليه أن يثني ويعبر عن تضامنه ودعمه لرئيس الوزراء الجديد. صحيح. وهي أيضا تشكره على إنجازاته. ومن إنجازاته المعروفة هو، وهذا كان مطلب الشعب البريطاني، هو الخروج من الاتحاد الأوروبي. نفذ ذلك رغم أنه ترك بعض المشاكل غير محلولة، وهي سترث هذه المشكلة، مشكلة التجارة مع إيرلندا والحدود وغير ذلك يتعلق بإيرلندا الشمالية. بروتوكولات إيرلندا الشمالية لم يكن تم حلها حلا جذريا، وستبقى مشكلة عالقة، وعليه أن تتفاوض لحل هذه المشكلة. وكذلك ترك مشكلة أخرى، صيد الأسماك مع فرنسا، ولكنها عولجت بشكل كبير، لكن يبقى بعض التذمر الفرنسي على بعض السياسات البريطانية. لذلك هذا موضوع هي يعتبر إنجاز، لأن الشعب صوت للخروج بالاستفتاء في صيف 2016 كما نذكر. ولكن أيضا عليها الآن أن تواجه التحدي الأكبر، هو التحدي الاقتصادي الناتج عن مسألة الطاقة
وأزمة الطاقة نتجت واستفحلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ثم العقوبات الأوروبية ثم انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. طبعا بريطانيا تعتمد فقط على 4% من حاجتها من الغاز الروسي، لكنها تتأثر بارتفاع أسعار الجملة في أوروبا. لذلك بريطانيا المستهلك البريطاني الآن يتوقع أن تتضاعف فاتورة الكهرباء والغاز عدة مرات. إذا كان فاتورتك مثلا تقدر 164 استرليني كل شهر، الآن توقع أن تكون 269، وسترتفع إلى 500 بحلول أبريل. هذه تحديات كبيرة لها. وأريد أن أشير إلى تناقض آخر. في قبل أسبوع أو أكثر قليلا في أحد المقابلات قالت أنا لن أقدم مساعدات مباشرة للعائلات، قالت كلمة بالإنجليزي no handouts. handouts يعني إعطاء أموال للأشخاص والعائلات والأفراد لكي يسدوا حاجتهم. ولكن هناك تقارير يا دكتور نهاد في النقطة التي وصلت إليها بالضبط، تقارير تتكلم عن حوالي 8 ملايين أسرة بريطانية على حافة الخطر، على خطر طبعا 8.5 مليون الآن يصنفوا كفقراء الطاقة، أي لا يستطيعون تسديد الفواتير الكهرباء والغاز. هي تقول no more handouts، لا نريد إعطاء. ولكن وهذا طبعا من الفلسفة، فلسفة المحافظين التقليدية، نريد تخفيض الضرائب. تخفيض الضرائب لا يحل المشكلة، وأقول لك لماذا. من يدفع الضرائب؟ من هو في وظيفة تدفع راتب جيد ويستلم راتب جيد ويدفع جزء من هذا الدخل كضريبة، لكن للملايين المتقاعدين الذين يدفعون القليل جدا من الضرائب سوف لا يستفيدون من خطة الضرائب. العاطلون عن العمل، المعاقون، العائلات ذوي الدخل الضعيف، الدخل الضعيف جدا لا يدفعون، بعضهم لا يدفع صفر ضريبة. هذا لن يستفيد من خفض الضرائب. من المستفيد الأكبر؟ من هو على راتب عالي ويدفع نسبة 40% من دخله كضريبة، ربما إذا تم تخفيض الضرائب سيحصل على الفائدة الكبرى. وبذلك هي تريد أن تذكر البريطانيين بثاتشر، لما ثاتشر تحدث المتظاهرين والمحتجين والغاضبين وقتها إذا تذكر دكتور نهاد. نعم نعم تريد، ولكن الآن قد تغير موقفها. أقول لك ما يلي. فضل. هي تريد الآن بعض العناوين الصحف الداعمة لها تقول أنها ستجمد أسعار الطاقة على مستوى 2500 بالسنة لكل عائلة. أوكي. هل ستجمدها إلى 3 شهور 6 شهور سنة أو سنتين؟ وأنا طبعا كمراقب أفضل أن التجميد يكون لعامين حتى تنحل أزمة أوكرانيا وأزمة الطاقة بشكل دقيق ونهائي، ثم دافع الضرائب على مدى 10 سنوات يستطيع تسديد الفرق بين سعر السوق التجاري وبين سعر التجميد الذي للغاز والطاقة بشكل عام. هذه النقطة. النقطة الأخرى أنها تقول أنها تريد تخفيض ما يسمى ضريبة القيمة المضافة VAT إلى 5%. كيف هذه تساعد على الفقير الذي يشتري القليل، من لا ينفق الكثير على المشتريات التي تخضع للVAT أو للضريبة القيمة المضافة؟ لأن المواد الغذائية والأدوية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وكثير من السلع لا تخضع. لذلك من سيستفيد من هذه خفض هذه الضريبة سوى من الذي ينفق جزء كبير من دخله على المواد الكمالية الغير ضرورية؟ وهذا الكلام يا دكتور يجرنا إلى الاتحاد الأوروبي، هي وعدت أنها تعيد النظر حتى في اتفاق
حول البريكزيت مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أمور التجارة، قضية إيرلندا، كأنها ليست معجبة إطلاقا بذلك الاتفاق، تريد مراجعته من جديد. نعم، يحق لها أن تدرس الملفات الصعبة وأن تطالب بعقد اتفاقات جديدة، بالتفاوض، بتحسين الشروط. يعني لا تستطيع أن تعزل نفسها وتتابع منهج جونسون بالحرف الواحد وتستمر بغض النظر. عليها أن تكون رئيسة وزراء مستقلة. لكن لدى أمور البريكزيت هناك بعض الأمور البيروقراطية التي تعيق التجارة. عدد كبير من المستوردين والمصدرين البريطانيين يتذمرون من كثر الأوراق التي والنماذج والاستمارات التي يجب تعبئتها من أجل أن تأخذ شحنة من البضائع إلى أوروبا والعكس. لذلك هذه أمور تحتاج إلى علاج، لكن لا أعتقد أنها تستطيع أو لديها الصلاحية بأن تعكس البريكزيت وتقول سنعيد الالتحاق بأوروبي، لأن هذا سيتطلب مشروع قانون في البرلمان، ربما يتطلب استفتاء جديد. طيب، وهذا غير وارد. دكتور، لدي محور أخير معك حتى أسمح لك بالمغادرة لارتباطات لك. بما يخص المحور الحزبي، 2024 هو موعد الانتخابات العامة في بريطانيا، فكيف ترى تطور أو جهود حزب المحافظين لاسترجاع ما ضاع منه أمام المعارضة؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه يضع الأصبع على الجرح. الحزب الآن منقسم، وصفته صحيفة الساندي تايمز بالحزب، هذا قبل الساندي تايمز قبل يومين، قالت أن هذا الحزب منهك وصورته قاتمة. نعم. وليس لديه خيارات، وعليه الآن أن يتقدم للأمام وأن لا يعيد ويكرر أخطاء السابق، لأن حزب المحافظين مضى عليه 12 عام في السلطة في تراجع نعم، ولم يفعل شيئا بشأن تأمين الطاقة وتأمين الغذاء بأسعار معتدلة. خرج من البريكزيت لأسباب أيديولوجية وليست أسباب اقتصادية عملية، والآن بريطانيا تدفع الثمن. فعليها أن تثبت جدارتها وقوتها ومقدرتها على إدارة الاقتصاد في الشهور الثلاثة المقبلة. ولكن لا ترى يا دكتور نهاد بأن محاصرة بعامل الوقت لم يبقى الكثير عن هذا الموعد المهم، بالإضافة إلى هذه الجبهات التي كنت تتحدث عنها، الجبهات الاقتصادية، الجبهات الداخلية. نعم، لكن الشعب لا يستطيع أن ينتظر عام أو عامين لكي تثبت. يريد أن يعرف ما هي سياستها، ما هو برنامجها القابل للتطبيق دون إثقال عبء المواطن بالضرائب في المستقبل. لأن تكلفة عملية تجميد الطاقة، تجميد أسعار الطاقة لعام أو عامين، قد تصل إلى 150 إلى 170 مليار استرليني. من أين ستأتي هذه الأموال؟ الآن بريطانيا لديها ديون تبلغ 96% من حجم الاقتصاد، من إجمالي اللي بيسموه gross domestic product GDP أو إجمالي الإنتاج المحلي، 2.4 تريليون استرليني ديون. هذه قد ترتفع إلى 3 تريليون. من سيسددها؟ هل هو المواطن على مدى 10 أو 15 عام مقبلة؟ ماذا ستفعل؟ لكن شيء مهم أريد أن أقوله قبل أن ننتهي من الحلقة، ربما تستطيع أن تجمد أسعار الطاقة لعام أو لعامين، لكنها لا تستطيع أن تقوم بتجميد أسعار الطاقة وخفض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض ضرائب الدخل. لا تستطيع أن تفعل كل هذه مجتمعة دون أن تؤدي إلى تضخم مالي في السوق، تؤدي إلى ركود اقتصادي وعبء كبير على الخزينة وعلى الميزانية البريطانية. عليها اختيار ما هو
الأفضل، وأنا في نظري الأفضل هو تجميد أسعار الطاقة لعام أو لعامين لكي يتنفس الناس الصعداء، نعطي فرصة للمسألة الأوكرانية أن تنحل ومسألة الطاقة أن يتم علاجها، والإسراع بمشاريع الطاقة البديلة وبناء التخزينات إلى غير ذلك. ولكن لا تستطيع أن تحل كل المشاكل مرة واحدة لإرضاء الناخب، لأن هذا سيأتي بكارثة اقتصادية، وربما تكون 2024 المرحلة التي ستؤدي إلى إخراجها من 10 داونينج ستريت ودخول حزب العمال. طيب دكتور نهاد، رأيك بإيجاز حول ما اعتبر تحديا منها، خاصة حول تسفير وترحيل اللاجئين المهاجرين إلى رواندا، وهي قالت نحن سنبحث عن دول أخرى، لا يمكن أن نوقف هذه المسيرة هذا الترحيل، وإنما نبحث عن دول أخرى لترحيل هؤلاء، ألا ترى بهذا أنه هذا تحدي آخر؟ تحدي آخر، هذه الفكرة للذين يؤيدون تهجير اللاجئين وإرجاعهم إلى فرنسا أو ترحيلهم إلى رواندا، هذه تبدو جميلة للبريطاني الذي لا يحب المزيد من الهجرة التي تأتي من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. هذه فكرة جيدة يعتبرها ممتازة، لكن عندما تأتي للتطبيق ستواجه تحديات قانونية. يتحدثون عن رواندا منذ شهور ولم يتم إرسال شخص واحد. حدث اتفاق مع ألبانيا لإرجاع المهاجرين الغير شرعيين من ألمانيا، من أصل لا أعرف الرقم 110 ألاف تمكنوا من إرسال 17 أو 18 شخص. الآن يوجد في المحاكم تنتظر مسائل تتعلق بالهجرة، في المحاكم تنتظر دراسة 116 ألف وقتا كبيرا. نعم. وتغيير بريطانيا ستهزم في هذا المجال لأنها اتبعت سياسة فاشلة من البدء، خروجها من الاتحاد الأوروبي وضعها في الزاوية، لأن كانت أوروبا تستوعب عدد كبير من هؤلاء اللاجئين، ويتم لا تستطيع أن تتفاوض حتى مع فرنسا وألمانيا وهنغاريا في هذه المسألة. شكرا لك يا دكتور. أنا تحياتي. شكرا جزيلا لك يا دكتور. دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. انضمت للنقاش مشاهدينا الأستاذة منى إسحاق عضو مجلس بلدية كينزينغتون وتشيلسي هنا في لندن، مرحبا بك أستاذة منى. كيف تابعتي وصول ليز تراس لرئاسة الحكومة البريطانية وبالتالي تكون هي الثالثة في التاريخ البريطاني؟ والله أنا كنت يعني أهملت التتبع بتاعهم، لأن الوضع الداخل بريطانيا في مشاكل أكثر من مين هو يكون رئيس الوزراء البريطاني. لأنه جد الفترة الحالية بريطانيا تحت كثير من الضغوطات، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعد كده انخراطها في أزمة أوكرانيا، فالوضع كان مرة متأزم، وانقسامات الأحزاب يعني سواء كان حزب العمال سواء كان حزب المحافظين. فبتحس إنه في كمية من الشأن الداخلي بخلي القضايا الداخلية أهم من مين يكون رئيس الوزراء، لأنه إحنا توقعناها صراحة. لأنه بريطانيا بصراحة ما مستعدة يكون عندها color person أو شخص براون أو من الأقليات، فبالتالي الريز لما كان بيناتهم الاثنين بينها وبين وزير المالية، فكان يعني بالنسبة للعمال أستاذة منى الأمور ستتأزم أكثر مما كانت عليه من قبل بالنسبة لحزب العمال. حتتأزم، ولابد إنه الخروج من هالمضيق إنه تكون في انتخابات، ولا يعني العالم العربي أو العالم البريطاني داخل العالم الأوروبي نفسه، أنا أتوقع أو إحنا نفسنا كحزب العمال we're gonna push it hard إنه يكون في انتخابات، لأنه مثل ما حصل مع بوريس جونسون وتريزا ماي، لما الشعب انتخب بوريس جونسون فلما يتنازل أو يجبر على التحني الرئيس المنتخب يبقى الرئيس اللي بعده غير شرعي بحكم الديمقراطية والانتخابات، لأنه الشعب لم ينتخب ليز إنما انتخب بوريس جونسون، وهذه هي الإشكاليات القانونية داخل بريطانيا. ولكن هناك من يرى أن الانتخابات ما زال موعدها بعيدا 2024، نحن 2024 وهي وعدت أنها
بإمكانها أن تتحدى هذه الصعاب وهذه الجبهات هي المفتوحة على المستوى الداخلي والخارجي؟ لا يمكن أن تتحدى هذه الصعاب. يعني عندك مشكلة إحنا الأزمة الاقتصادية داخل بريطانيا مستفحلة، الحرب الأوكرانية تركت آثار اقتصادية المواطن يعاني منها، والمواطن الغربي غير المواطن في الدول الأخرى. المواطن الغربي عندما يتألم من جيبه لا يرحم. فإحنا بدينا الحين مسألة المهاجرين، أنا من ناشطة مع بعض المنظمات المجتمع المدني، وحيكون في سلسلة مظاهرات حتكون لمدة 3 أو 4 أيام، غير الكهرباء، غير التضخم الاقتصادي. فما أعتقد ليش حتقدر تنجح. والخلافات داخل الحزب المحافظين ما حيكون ساكن حتى إنها تكون في بيئة إنها تعمل عليها. طيب ماذا عن الآن؟ نبدأ في الأولويات. في رأيك أنت ما هي أولى الأولويات لليز تراس الآن؟ أنا أعتقد التضخم الاقتصادي والحرب الأوكرانية والبريكسيت، هذول الثلاثة من أكبر المعوقات لأي حكومة تحكم الشعب البريطاني أو ترأس الشعب البريطاني. التضخم الاقتصادي ارتفع، وإحنا الحين على مشارف الشتاء، وحيكون يعني ما بتتخيل. أنا الحين ون بيدروم فلات، الفاتورة بتجيني كل 3 شهور 400 باوند، أكثر من الراتب بتاعك في السنة. هذه مشكلة. عندك الأسعار ارتفعت بصورة جنونية. البطالة كثير، إحنا مواجهين بعد الكوفيد كثير من الناس رافضة إن تواصل العمل، في هناك صراع بين العمل من البيت والعمل من المكتبي. وكثير من المؤسسات حاولت تتخلص من الناس الموظفين الأوائل حتى تتخلص من إشكالية المعاشات، فبتعمل ركود لناس جداد أو موظفين جداد بشروط عملية مختلفة. فكمية من المشاكل الداخلية. مع ذلك بريطانيا ما تزال في دعمها مستمرة لأوكرانيا، 2,700,000,000 دولار لأوكرانيا، وما تزال تعد بالمزيد الأسلحة والأموال وما إلى ذلك. إذا ليز حاولت تمشي لقدام شوي، أنا بعتقد إنه الحرب الأوكرانية لا بتكون في نوع من المساومة. وأيضا أعتقد الحرب الأوكرانية هي اللي طاحت ببوريس جونسون. يعني الحرب الأوكرانية أخذت كثير، وما في هناك أي مؤشرات إنها حتنتهي، لأنه في دعم متواصل من بريطانيا. بريطانيا أول كان بتتحالف مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هي انسحبت منه كليا، وكانت بصورة غير مدروسة ومن غير تكون هناك خطط بديلة. واجهتها الهجرة، لأن الاتحاد الأوروبي فرغ كل المهاجرين بعد خروجه من اتفاقية الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، لأنه حتى هو كان قبول اللاجئين مشروط ببعض الشروط ببريطانيا، وبريطانيا لم تفكر في هذه المشاكل ولم تتوقع أن تسبب لها. سادة منى، أنت توافقين من يذهبون إلى أنه ليز تراس تصعيدية أكثر من جونسون في ملفات شائكة عالميين يتكلمون عن أوكرانيا، فيقولون بأن ليز ستزيد من حصة الدعم البريطاني لأوكرانيا، وكذلك من حيث المضي قدما لمعاقبة روسيا أكثر مما كانت عليه في السابق، حتى حول الملف الإيراني لا تريد الوصول إلى اتفاق مع إيران، ثم بالإضافة إلى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فهي تريد أن تمضي مع العلاقة الحميمية مع إسرائيل، وبالتالي كأنه ظهرت متحدية الجميع بهذه الخرجة لها أكثر من حتى جونسون، هكذا يقولون. أي تريز ليزا هي عندها إشكالية في الحرب الأوكرانية، وأيضا هناك بعض الأقوال لليزا. لما تكون بعيد من سدة الحكم من السهل تكون عندها قرارات مختلفة، ولكن عندما تمارس الحكم وتكون أنت المسؤول الأول أمام الشعب البريطاني فلا بد أن يكون هناك من بعض التنازلات. الحرب الأوكرانية سواء كان ليزا أو غيرها لا بد أن تدرس مرة أخرى، وإعادة الوجود الفعلي لبريطانيا بالداخل، لأن أوكرانيا معتمدة على بريطانيا بالدعم العسكري والدعم المالي، والخزينة البريطانية قد تكون فيها لكن تؤثر على المواطن البريطاني الذي لن يحتمل الحرب طويلا. وأما الملف الإسرائيلي، أعتقد إسرائيل الحين تشكل هاجس لكل الأحزاب في بريطانيا، لأنه تقلقلت إسرائيل في كثير من المواقع داخل بريطانيا، فلا بد من تكون في نوع من المساومات بينها وبين كل الحكومات التي تجي، سواء حزب العمال أو الحزب المحافظين.
ولكن دائما الحكومة البريطانية أيا كان سواء حزب المحافظين العمال دائما تخط الأمن القومي فيرست والمواطن أولا، لأن المواطن قد مش لقد المواطن عندما يعتزم بإزالة حكومة لن يتردد ولن يتوقف إلى أن تسقط. طيب إذا أتينا إلى الجبهة الداخلية وهي مهمة يراها الشارع البريطاني مهمة جدا، مسألة التضخم في تصاعد في تزايد تضخم، كذلك غلاء الأسعار المواد الأولية والغذائية خصوصا، ذوي الدخل الضعيف يسجلون تذمرهم واحتجاجهم لأن الحكومة لم تجد حلا لهم، بالإضافة إلى ذلك هذا الذي تشهده بريطانيا الأسابيع الأخيرة، الإضراب المستمر لأم النقل العمومي، وأنت ترين تعيشين هنا في لندن الذي حدث للقطارات كيف توقفت وأثر ذلك حتى على الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك عمال البريد بعد أن رأينا إضراب عمال النقل العمومي ها نشهد أيضا إضرابا آخر لعمال البريد، فكيف حل مثل هذه المشاكل المتراكمة؟ أولا التضخم الاقتصادي في بريطانيا لابد، لأن الخروج من كل برجع إلى البريكسيت والحرب الأوكرانية، عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن مستعدة، وهذا ما نادينا به نحن ضد الخروج من بريطانيا، لم تكن مستعدة، وكانت هناك كثير من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأوروبية وبريطانيا، ولكن بوريس جونسون أو المحافظين لم يكنوا بذاك الوضوح. فعندما انسحبت بريطانيا كليا من الاتحاد الأوروبي تكشف فضاء السوق البريطاني ومدى اعتماد بريطانيا على كثير من المعاهدات التجارية بينهم وبين أوروبا، وأيضا خروجه من غير أي اتفاق مبرم أوجد كثير من الثغرات التي أدت إلى أن الدول الأوروبية تضغط اقتصاديا على بريطانيا، وأيضا لم يكن موفق بوريس جونسون الذي يتزعم بأنه وعد وأوفى بأنه لم يتوقع الحرب الأوكرانية، لقد تكون هناك تصور لها وتخطيط لها، لكن متزامنة مع كوفيد والخروج الأوروبي الاتحاد الأوروبي أدى إلى تصعيد وتضخم الاقتصاد داخل بريطانيا، وعانى الشعب البريطاني وسوف تشهدون الكثير من المظاهرات. خليك معنا أستاذة مناسة، أعود إليك. نرحب مشاهدينا من ضمن الأستاذ محمد عطيفي عضو حزب المحافظين من هنا من لندن. أستاذ محمد، كيف ترى هذه الانتقادات، جملة من الانتقادات لليز تراس على أساس أنها عقدت الأمور أكثر مما هي عليه؟ لا أعتقد أن هناك انفراجا هكذا يقول كثيرون في السياسة الداخلية، حل هذه المشاكل الاجتماعية المتراكمة خلافا لما كان أيام جونسون، فكيف ترى هذه المسائل؟ أولا هي لم تشكل الحكومة بعد، يعني هي تم تسميتها بالأمس، فيعني أنا أرى أن بهذه الطريقة العديد يسبق الأحداث، لكن هي كسياسية هي معروف أن هي بقى لها فترة كبيرة وتنقلت، يعني ما يميز هذه السيدة أنها تنقلت بين العديد من الأحزاب، إذا تحفظ حتى الأيديولوجيات الحزبية يعني ومواقفها واضحة، وحتى المنصب الذي شغلته كوزيرة خارجية هي مطلعة على أسرار الدولة، يعني ما وهذا كان الفرق بينها وبين الآخرين، إن هي لديها اطلاع كامل على العديد من الخبايا، يعني لدرجة ان احنا يجب ان نتحدث اليوم عن اخطر شيء في الديمقراطية المزعومة التي يتحدث بها العالم، لدرجة انني استمع الى احاديث غريبة من بعض المنضمين الى الاحزاب في بريطانيا وهو لا يدري ان من اتى بليز هو الاستخبارات، بمعنى أن الدولة هي التي تأتي بالمرشح الذي تريده ليس صناديق الاقتراع، علينا أن نعترف بهذه النقطة. وبالتالي يعني لو سألنا أنفسنا هل النسبة بتاعت الأصوات للمغتربين أو إذا كانت بريطانيا كأمريكا يراد أن يدفع بأحد من الأقليات، هل تستطيع هناك استطاعة إذا أرادت أجهزة الاستخبارات في بريطانيا أن تأتي به، لكن نظرنا إلى حتى في حزب العمال في الحقيقة حتى جوردن براون كان السبب الرئيسي لإبعاده هو ليس إنجليزي أبيض بكل صراحة، هذه هي الحقيقة. إنما ولكن ممكن هذه الآراء للاستئناس يا أستاذ محمد، ممكن للاستئناس، أما أن نشكك في دولة المؤسسات في بريطانيا فهذه ربما نكون ابتعدنا على هي الفكرة في الحكم
أن هناك الدولة، والدولة خفية، يعني الدولة هي التي لا نراها، يعني لا نراها، ومن يحدث هي الدولة العميقة، لا يحدث أصوات الناخبين. إذا أردنا أن نتحدث، هناك الشكل العام هو شكل ديمقراطي، حتى ما أتت به. ولذلك تجد أن أحيانا في إعلان نتائج الانتخابات يتم الصمت قليلا قبل إعلان النتيجة. لماذا؟ إذا كان هناك وضوح في الرؤية وهناك أصوات الناخبين أتت بناخب، فلننهي الموضوع. يعني احنا حتى الانتخابات الأمريكية التي رأيناها التي أتت ببايدن كان يسبق، وحدثت قبلها حتى مع هيلاري كلينتون. يا أستاذ محمد، وصولها إلى الحكم خلاص فصل فيه، الآن هي صارت رئيسة الوزراء، لكن ماذا عن هذه الجبهات المفتوحة عليها الآن؟ كيف ترى؟ هل هي بإمكانها أن تنجح في تخطي هذه الصعاب، ولو أنه مثل ما قلت أنت الحكومة لم تشكل بعد، ولكن هم يحاسبونها على تصريحاتها التي ما فتئت تلقي بها كل مرة، على الاقتصاد، على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، على مشاكل ذوي الدخل الضعيف وغير ذلك. جميل. إذن نحن نرى بعض من تصريحاتها من الممكن أن ولذلك أنا أرى أن هي الناس في الوضع الاقتصادي، أنا أرى أنها من الممكن أن تنجح، لأن فكرة خفض الضرائب هي فكرة، يعني خفض الضرائب لتحفيز الكفاءة الاقتصادية. من وجهة نظر الاقتصادية هذا صحيح، يعني لم تأتي، وهي درس اقتصاد، يعني درس اقتصاد. فبالتالي أنا أرى أن يعني أولا الشكل العام أو الاقتصاد العالمي، اقتصاد النهاردة يخيف الجميع. يعني التضخم، تريد أن تقول التضخم ظاهرة عالمية ليس فقط في بريطانيا، كل تقريب دول العالم تشهد هذا التضخم. صحيح. إذا نحن أمام مشكلة كبرى، هذه المشكلة العالم كله يعاني منها وليست بريطانيا وحدها. نعم، هو الاقتصاد البريطاني الذي كان الخامس في العالم أصبح السادس، لكن الإشكال الأكبر أنه لا يمكن أن تقنع المواطن البريطاني، تقول له أن مشكلة تضخم، فهو لن يستمع إليك، يقول لك أنا ليس لدي ما يكفي من المال لشراء المواد الأولية، أو لأذهب إلى العلاج مثلا، أو للتداوي، أو شراء هذه المواد الأولية. لن تقنع المواطن بنسبة التضخم أو أزمة الوقود التي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها وما إلى ذلك. هي في تصريحاتها قالت أن من أولوياتها أزمة غلاء المعيشة، وهذا من الأولويات. يعني رغم هذا الحديث لم نرى وزير للاقتصاد إلى الآن. إذا نحن ننتظر تشكيل الحكومة، وتشكيل الحكومة هي التي سيظهر على أثرها العديد من الاتجاهات. طيب أستاذ محمد، أنت من حزب المحافظين، ومعنا الأستاذة منى من حزب العمال، هي تعطينا رأيها فيما استمعت إليه. تفضل أستاذة منى. أستاذ محمد بيقصد أنه ليز نفسها مرت بحزب الليبرال، الحزب الليبرالي، وبعد كده قررت أنها تنخرط في حزب المحافظين، عشان كده بقول أنها عندها خلفية لبعض الأحزاب. فهي واحد من الحاجات اللي إحنا قرأناها عن شخصيتها، إنه في بعض الأحيان ما بتقدر تأخذ قرار، حتى إنه قرارها تدخل وإنت بتقول إنه هي حاجة منظمة، أنا بعتقد إنه الكلام غير صحيح، لأنه حتى آخر لحظة هي كانت مجاملة لبوريس جونسون، ولم تعرف إنها حتقدر هي تنزل أو ترشح نفسها إلا في آخر لحظة، وكانت حتى من حيث الترتيب الخامسة. من ناحية التضخم الاقتصادي إنه عالمي، الحكومات في الدول المتقدمة أو الدول الغربية لا تقاس بالعالمية، إنما تقاس بإنه ماذا تقدم للمرشح إذا كان هناك انتخابات مبكرة. التدخل هو يقول من السابق لأوانه، الأستاذ محمد يقولك من السابق لأوانه انتقاد ليز تراس، وهي لم تشكل حكومة بعد. احنا لم ننتقدها، احنا بنتكلم عن التركة التي خلفها بوريس جونسون، والتي ادت الى عزله، لانه بوريس جونسون لم يتم الفترة الانتخابية حقته، واتى به الشعب، واتى به من، اذا كان احنا بنفس المفهوم حقنا انه دائما في شخص بيكون مرتب وجايبينه الانتخابات ليس لها قيمة، لكن الشعب من اتى ببوريس جونسون، وحتى كثير من عضو اعضاء حزب العمال صوتوا لبوريس جونسون، لانه توقعوا انه يكون في نوع من الاقتصاد وانتعاش الاقتصاد بعد ازمه الكوفيد. ولكن سياسه الحزب المحافظين في تخبط من كثره المشاكل التي حولها، فهذا ما هو ورثته او تركه الليز، انه هناك الحرب الاوكرانيه، هناك التضخم الاقتصادي، هناك البريكسيت، مخلفات الكورونا،
كثير من المعوقات لهذه الحكومة، وهي كانت ضمن الحكومة. يعني الليز لم تأتي من الخارج، إنما كانت أحد الوزراء في حكومة بوريس جونسون، ولم تستطع أن تقدم شيء. التضخم داخل بريطانيا، بنجد أن الحكومة قدمت كثير من المساعدات، والحين الليز نفسها وعدت بأنها تجمد فاتورة الكهرباء لأربعة أشهر، ذات معناه بعد انتهاء فصل الشتاء. وما نراه نحن في حزب العمال أن الليز لن تتحرك قيد أملا، لأن هناك سياسة كما أنت وافقت عليها مخطوطة. فإذا هي استمرت تبع سياسة بوريس جونسون، سوف تكون هناك انتخابات مبكرة بطلب الشعب. طيب أستاذ محمد، ما رأيك في ما قالته الأستاذة منى؟ لا تنتظروا جديدا طالما ليز تراس هي بنت المؤسسة، ليست غريبة عن الحكم، فهي دوم في دواليب السلطة منذ سنوات وسنوات، وآخر ذلك منصبها في وزارة الخارجية، وبالتالي لا يمكن أن تقترع أو أن تخترع حلا مخالف للمألوف البريطاني. أولا يعني دعنا نتحدث عن الواقع، يعني ماذا لدى حزب العمال من حلول؟ لن تجد لديه حلول، ولذلك أنا أرى يعني أن الأحزاب الأخرى تتخبط. يعني شفنا الحزب العمال مر، حزب المحافظين مر بعدة مشاكل وما زال باقي ومسيطر وله القوة. يعني احنا شفنا حتى في الانتخابات بتاعت بوريس جونسون أين موقف الحزب المحافظين على مستوى بريطانيا، منتهى القوة في الانتخابات جابته. إذن المسألة هي ليست الذهاب، ولكن في المجالس البلدية جونسون تراجع أو المحافظون تراجعوا في المجالس الأخيرة، ولا لا؟ حتى لو تراجع يتقدم، يعني في مساحة حسب الأداء السياسي تجعله يتقدم أو يتأخر. هنا الأداء السياسي، وبالتالي لو نظرنا إلى الفترة الأخيرة في أداء سياسي على الصعيد الدولي، كان هناك نشاط، كانت بتقوده حتى ليز تراس في 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 المحافل الدولية، ووقوفها في ضد روسيا، كان موقفها يمكن ربما كان أقوى من أمريكا في الفترة دي. وهذا أنا من وجهة نظري يعني يضع أن هذه الشخصية التي لعبت دور عالمي أن يكون لها نفس الدور في الداخل. لكن أنا ما زلت يعني أتعنى لحين تشكيل الحكومة. أيضا الأحزاب في بريطانيا، أين حلول؟ كيف تستطيع حل مشكلة الركود؟ نحن أمام ركود، وهذا الركود تضخم ربما يصل إلى 13-18%، والعالم كله يعاني من هذا التضخم التراكمي. هناك ركود، بطء نمو، ولكن كيف تقنع المواطن البريطاني أستاذ محمد الآن بالحلول الجديدة، بتشكيل حكومة والوصول وتحقيق أهداف يلمسها المواطن بمنتهى السرعة، بمعنى أنها كما وعدت أزمة غلاء المعيشة، كيف ستتصدى لغلاء المعيشة؟ فكرة التضخم أو الضرائب، تخفيض الضرائب فكرة مهم اقتصادية صحيحة 100%، وتم يعني لأن الاقتصاد لا يوجد ثوابت لديه، وما يتم رؤية ويتم تنفيذها. عملية تخفيض الضرائب هي تحفيز كفاءة اقتصادية، هي تريد أن تحرك الاقتصاد. ولا تنسى أن المشكلة الكبيرة التي يعيش الاقتصاد كله في العالم هو أن احنا خرجنا من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية. يعني لم يكن هناك مساحة لتحرك الاقتصاد، فبالتالي يعني حتى الحكومات ستجد العديد حكومات طبعت بنك نوت، وهذه هي إحدى المشاكل. الآن علينا أو هي تحاول أن تعيد الاقتصاد وتهتم بالاقتصاد. أنا من وجهة نظري ربما يكون لها الفرصة الصحيحة التي يعني من خلال خطة المعالجة التي تراها هي من ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود وإلغاء الضرائب، ربما هذا سيساعد الاقتصاد البريطاني في العودة والحركة مرة أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عطيفي، عضو حزب المحافظين، كنت معنا من لندن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ منى، بدأ أستاذ محمد متفائلا شيئا ما
على أساس أنه هذه بنت المؤسسة وبإمكانها أن تصل إلى الحل الذي عجز عنه جونسون مثلا، خاصة حول الجبهة الداخلية، مسألة الوقود، تخفيض الضرائب، مزيد من الأمل بدلا من اليأس. لكن السؤال اللي هو مطروح على أكثر من لسان هو كيف نقنع المواطن البريطاني اليوم؟ بالإضافة إلى ذلك قال محمد الأمر نفسه أو الأمر سيان بالنسبة لحزب العمال، هو فقط يحسن الكلام ولكن عندما نأتي إلى الميدان العمال ليس لديه عملية إقناع للمواطن هو بدوره. حزب العمال واجه في إدارة تحت اللواء جيرمي كوربن، جيرمي كوربن أخذ حزب العمال من الوسطية إلى اليسارية اليسار، وهذا أزعج كثير من عضوية حزب العمال أن هم كانوا أكثر أكبر عمرا، وأوجد نوع من الأمل عند الشباب الذين جوين أو انخرطوا في حزب العمال، فكان هناك فارق بين الاثنين. بريطانيا كسكان نسبة الناس الفوق 50 أكثر موازية أو موازية للشباب، فعندما أتى جيرمي أتى بقرارات فجائية وأتى بقرارات شجاعة لم يتحملها المواطن البريطاني ولكن تقبلها الشباب، وهذا أدى إلى أن بوريس جونسون يذهب إلى الشمال معقل حزب العمال وطلب وقال بعبارة سلفوني I would like to borrow your votes، بمعنى أنه لا تكونوا محافظين ولكن سلفوني لفترة معينة الأصوات بتاعتكم وسترون ماذا أفعل. وفعل بوريس جونسون، أدخل البلاد في حرب الأوكرانية، أخرج البلاد من البريكسيت، وكثير من مشاكله الداخلية داخل الحزب كان في كمية من التجاوزات الأخلاقية. وأيضا هناك كنت أود أن أسأل الأخ محمد، أيضا هناك إشاعات سرت بأنه بوريس جونسون قدم الحل في أنه يستلف من البنك الدولي، وكان هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير، وقدم كثير من وزرائه الاستقالة أكثر من 60. أما ليس عملت، قال هو حسب ما ذكر أنه عملت في المجال الدولي، أيوه تواصلت مع إيران وتمكنت أفتر 5 سنوات أو 6 سنوات من إطلاق سراح رهينتين كانوا عند الإيرانيين، وكذلك تمكنت من إطلاق سراح صحفي كان في العراق. سيدة منى الوقت أدركني، فقط تريد أن أسأل حول المحور الأخير، محور مشروع من قبل أبناء الجالية العربية الإسلامية هنا في لندن وبريطانيا عموما، كيف ترين العلاقة الآن بين رئيسة وزراء جديدة وأبناء الجالية خاصة أمام هذه الشكاوى المتصاعدة حول الإسلاموفوبيا؟ هذا أحد مشاكل حزب المحافظين الإسلاموفوبيا، وأعتقد إحنا ما لم أن يكن لنا صوت قوي وإنه نتحد داخل الدول الأوروبية والغربية، الاتحاد، التوحيد الكلمة، توحيد الهدف، توحيد الرؤية، في هذا بتكون أنت تشكل قوة ضاغطة على أي حكومة تجي وعلى أي حزب. ما لم نحن نتفق ونتحد وتكون الكلمة واحدة في ماذا نريد، فأعتقد لن نتمكن من إسماع صوتنا لأي حزب من الأحزاب، حتى حزب المحافظين. وحزب المحافظين هو من نعاني بقصة الإسلاموفوبيا، وأعتقد موجودة من الأصل ولكن في زمن بوريس جونسون ظهر لها كثير من الإشكال أو لا تمام ماشي أستاذة منى. شكرا أستاذة منى. منى إسحاق عضو مجلس بلدية كينزينتون وتشيلسي هنا في العاصمة لندن والمحسوبة على حزب العمال، شكرا جزيلا لك. طبعا سنعود لهذا الموضوع مع تشكيل الحكومة لنعرف هذه المناصب، من هذه الشخصيات التي ستحل على الحكومة الجديدة، أم ستتكرر أسماء المقبلة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة، وستكونين معنا إن شاء الله أستاذة منى لإثراء النقاش حول أولويات وتحديات الحكومة. شكرا لك أستاذة منى، وشكرا أيضا للدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي. دون أن أنسى الأستاذ محمد عطيفي اللي هو عضو حزب المحافظين كان بدوره معنا من لندن عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.